صدمة كبيرة ومفاجأة غير سارة تلقاها الجهاز الفني لمنتخب مصر بإصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى المنتخب بقطع في وتر أكيليس خلال تدريبات الفراعنة استعدادا لمباراة أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية. وأصيب جنش خلال التدريبات وتم نقله على الفور إلى المستشفى، وأثبتت الأشعات عن إصابته بقطع في وتر أكيليس، وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك حيث يصعب على الحارس الاستمرار بالبطولة لتكمل مصر البطولة ب22 لاعبا بعد عودة عمرو ورده.